الرحمن الرحيم. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، لقد تابعت بانشغال ما شاهدته سيدي بوزيد من أحداث خلال الأيام المقضية، ولئن كان منطلق هذه الأحداث حالة اجتماعية نتفاهم ظروفها وعواملها النفسية، كما نأسف لما خلفته تلك الأحداث من أضرار، فأن ما اتخذته من أبعاد مبالغ فيها لسبب الاستغلال السياسي لبعض الأطراف الذين لا يريدون الخير لبلادهم ويلجؤون إلى بعض التلفزات الأجنبية التي تبث الأكاذيب والمغالطات دون تحر بل باعتماد التهويل والتحريض والتجني الإعلامي العدائي لتونس، يدعون إلى توضيح بعض المسائل وتأكيد حقائق لا ينبغي التغافل عنها. أولا، أننا نقدر الشعور الذي ينتاب أي عاطل على العمل، وخصوصا عندما يطول بحثه عن الشغل وتكون ظروفه الاجتماعية صعبة وبنيته النفسية هشة، مما يؤدي به إلى الحلول اليائسة ليلفت النظر إلى وضعيته. ونحن لا ندخر جهدا لتفادي مثل هذه الحالات بالمعالجة الخصوصية الملائمة، مواصلين سياستنا وبرامجنا من أجل التشغيل ورعاية ضعاف الحال والإحاطة بالأسر المعوزة وتفعيل التنمية الجوية عبر برامج استثمارية متوالية شملت كل مناطق البلاد، وكان آخرها ما قررناه في المجلس التجاري اليوم 15 ديسمبر الجاري، وما أعلن عنه من برامج إضافية ستفوق الاعتمادات المخصصة لها 6500 مليون دينار، في إطار حرصنا الدائم على تأمين كل مقومات التنمية المتوازنة والمتكافئة بين الجهات والتوزيع العادل لثمارها بين الفئات. ثانيا، إن البطالة شغل شاغل لسائر بلدان العالم المتقدمة منها والنامية، ونحن في تونس نبذل كل الجهود للحد منها، معالجة أثارها وتبعاتها، خصوصا بالنسبة إلى العائلات التي لا مورد لها. وستبذل الدولة جهودا إضافية في هذا المجال خلال المدة القادمة. وتحققنا نتائج مرموقة في مجال التعليم كميا ونوعيا، هي محل تقدير وتثمين من قبل الهيئات الدولية والأممية المختصة، فإن ذلك يجسم خيارا جوهريا ثابتا في سياستنا من أجل بناء شعب مثقف. من أبرز تلك النتائج التطور الكبير لعدد خريج مؤسسات التعليم العالي المنتشرة في كل أنحاء البلاد دون استثناء، والذي فاق العام الماضي مثلا 80,000 متخرج، وهو عدد نعتز به ونتقبل التحديات التي يطرحها علينا لتشغيل هذه النسبة المرتفعة من حامل الشهادات ضمن طالب الشغل، وذلك عبر مختلف آليات التشغيل وبرامجه. ورغم الصعوبات التي يطرحها هذا النوع المستجد من البطالة، فإنه يبقى مصدرا للتفاؤل بالمستقبل، تفاؤل شعب متعلم يثابر من أجل الرقي ومزيد التقدم. ثالثا، لقد دأبنا منذ التغيير على تكريس الحوار مبدأ وأسلوبا للتعامل بين سائر الأطراف الوطنية والاجتماعية حول القضايا والمستجدات التي تطرح أمامنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال رغم تفهمنا أن نقبل ركوب حالات فردية أو أي حدث أو وضع طارئ لتحقيق مآرب سياسوية على حساب مصالح المجموعة الوطنية ومكاسبها وأنجازاتها وفي مقدمتها الوئام والأمن والاستقرار، كما أن لجوء أقلية من المتطرفين والمحرضين المأجورين ضد مصالح بلادهم إلى العنف والشغب في الشارع وسيلة للتعبير أمر مرفوض في دولة القانون مهما كانت أشكاله،
ومظهر سلبي وغير حضاري يعطي صورة مشوهة عن بلادنا تعوق أقبال المستثمرين والسواح بما ينعكس على أحداثات الشغل التي نحن في حاجة إليها للحد من البطالة. وسيطبق القانون على هؤلاء بكل حزم بكل حزم. رابعا، أننا نجدد التأكيد على احترام حرية الرأي والتعبير والحرص على ترسيخها في التشريع والممارسة، ونحترم أي موقف إذا ما تم في إطار الالتزام بالقانون وبقواعد الحوار وأخلاقياته. أن الدولة ساهرة على إيجاد الحلول لتلبية طلبات الشغل التي سيتواصل تزايده خلال السنوات القليلة القادمة، كما تعمل بالتوازي مع ذلك على مواصلة تحسين الأجور ودخل الأسر ومستوى العيش بصورة عامة لكل التونسيين والتونسيات. خامسا، أننا نقدر صعوبة وضع البطالة وتأثيرها النفسي على صاحبها، ولذلك فإننا ندعو الإدارة عند تعاطيها مع الحالات الصعبة إلى تفادي أي تقصير في التواصل معها ولأحكام متابعتها، وتعين على كل السلطة الجهوية والمحلية أن تتحمل مسؤولياتها في الإنصات إلى المواطن ولتضافر جهود الجميع للتعرف على الوضعيات التي تستوجب عناية خاصة لإيجاد الحلول لها، وللسعي إلى الاستجابة إلى أكثر الحالات احتياجا أو التي طال انتظارها للحصول على الشغل. وأننا متمسكون دوما بالبعد الاجتماعي لسياساتنا التنموية حتى لا تحرم جهة أو فئة من حظها في التشغيل والاستثمار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.